ونتيجة هذا القلق وهذا الخوف ساوموا وقايضوا وبدأوا ينسجمون مع موقف الدولة وموقف السلطات، لأنهم لا يريدوا أن يعرضوا أنفسهم ومؤسساتهم ويعرضوا مصالحهم للخطر. هذه المسألة مسألة ملحة اليوم على النقابة، على نقابة الصحفيين أن تتصدى فورا إلى هذه المسألة، ولا يجوز أن يستمر الصمت. أنا لا أريد أن أجامل زملائي، أنا هذول أحترمهم وأقدرهم ولهم مواقف مشرقة ومضيئة في مسيرة السابقة 3 سنوات، ولا لا لا ننكر هذه المواقف، ولكن اليوم التحدي كبير والمسؤولية جسيمة. نحن الآن أمام حالة من تجاهل وتهميش وإنكار لدور الإعلام ودور الصحافة. لا أحد يهتم لما يحدث مع مؤسساتنا الصحفية ومع الزملاء الذين يعملون في هذه المؤسسات. 40 يوم زملاء في السجن، ونقابة الصحفيين تكتفي في الدعوة لاعتصام واحد أمام النقابة. هذا لا يجوز. الآن المطلوب من النقابة أن تتصدى بقوة وبحزم لهذه المسألة. يجب أن يتم الإفراج فورا عن الزملاء، يجب أن يتم الإفراج فورا عن الزملاء، وهذه أولوية. لا يجوز أن ينام أعضاء مجلس النقابة في بيوتهم وهناك زميل صحفي معتقل في أي سجن من السجون الأردنية، وخاصة إذا كان التوقيف ليس قانونيا وليس شرعيا ومن خلال محكمة عسكرية. أشكرك. يعني الأخير شوية يعني لطف، احنا مش مع إطلاقا. ما في إنسان في الوطن، أنا يعني بتخيل بتوقعاتي، ما في إنسان بالوطن بحب إنه يكون زميله أو شقيقه أو جاره في محنة طبعا هاي. لكن إذا كان هذا الرجل أو السين يعني عليه جناية أو عليه جنحة أو أيا كان، هذا حق الدولة. ما في حصانة للصحفي. احنا مش طالبين انه حصانة، يعني مش طالبين حصانة. انا عمال امرر لك حتى استاذ موسى كان طرح في السابق، يعني بجوز بذكر اخوي باسل، انه الصحفيين اثناء المسيرات مثلا انهم يلبسوهم مثلا لباس خاص او يكونها المسيرة اللي تم فيها طرح مثل هذا رأي، تم الاعتداء على الصحفيين. اللابسين هاي يعني لابسين هذا. أنت أحيانا يعني مهما حاولت ومهما قاومت ومهما يعني إحنا ضد أي اعتداء على أي صحفي، ومش ممكن إنه النقابة توافق على إنه السماح بالاعتداء على الصحفي. لكن للأسف أحيانا في تجاوزات، وهذا إحنا ضده، ضد هاي التجاوزات. يعني مع احترام الصحفي، مع ممارسته عمله بكل حرية أينما كان. ماشي. خليني أنا بدي يعني شوي تسمحوا لي أنتوا اثنين، يعني أنتوا أعزاء علي. ألا يفترض باللي بده، يعني أنا اللي شايفه أنه ربما هاي الممارسات لربما جهل، ربما يكون جهل. مش احنا بحاجة انه نعمل نوع من الدورات التأهيلية والتثقيفية التوعوية لمن يصبح عضو نقابي، حتى انه يعني نحطه في صورة ما سيأتي في المستقبل. يعني يا سيدي، اي زميل منتسب للنقابة يخضع لدورات تدريبية، نعم، ويتم تدريبه داخل مؤسسته مثلا، ويتعامل كل عضو يحاول أن ينتسب للنقابة حسب شهادته. مثلا إذا كان معاه بكالوريوس أو دبلوم، أو مثلا بكالوريوس مش صحافة، تدريبه يستمر لمدة 2 سنين. عضو الذي يحمل مثلا بكالوريوس 1 سنة. بعد هاي العملية ومجرد الموافقة على انتسابه للنقابة يخضع لدورات تدريبية داخل النقابة. أنا قصدي أخلاقيات عمل يتم تعريفه بالأخلاقيات والقوانين والفنون الصحفية المختلفة. لكن للأسف هاي مهنة زي أي مهنة أخرى، أحيانا بدخلها ناس ما لهم علاقة. يعني إحنا مثلا لما يجينا مثلا فلان فلاني موظف في مؤسسة معينة سواء حكومية أو خاصة، وهو خاضع لكل المعايير، وإنه ينتسب للنقابة مع شهادة ويعمل في قسم له علاقة بالتحرير الصحفي، أنت بتقبله، بس ما بتعرفش إنه هذا انقبل بواسطة ولا بدون واسطة. هاي الأمور فيما يعني للأسف إنه غياب العدالة وغياب إنه عدم. أنتوا أعضاء النقابة، نعم، كنقابة صحفيين،
أعضاء عاملين فقط ولا في أعضاء مؤازرين وأعضاء مش عارف إيه كذا؟ الآن الجميع أعضاء عاملين الآن. أما حسب القانون الجديد اللي تم تعديله مثلا، سمحوا للصحفيين الأردنيين العاملين في المكاتب الخارجية أو في الصحف خارج الأردن أنهم ينتسبوا، لكن بكون عضو مشارك. وسمحوا لطلبة الصحافة خريجي كلية الصحافة سواء بأي كلية أنهم يكونوا أعضاء مؤازرين لأول مرة طبعا. نعم. أنا بس بدي أطمن على بعض الشغلات في في في, في, يعني في ذهني للأمام. طيب أستاذ باسل، يعني أنا بحترم وبحيي حماسك لإظهار صورة الصحفي المشرقة اللي يجب أن تكون. ها؟ لو حطينا بعض التساؤلات أو الرؤى للأمام، ماذا نريد لمستقبل الصحافة في الأردن؟ يا سيدي، نحن نريد أن نعمل بحرية، نعم، وبدون أن نتعرض لأي خطر أو أي تدخل أو أي تغول من أي سلطة. هذا هو ذروة منى أي شخص يعمل بهذه المؤنة ويؤمن بها ويؤمن بدوره ورسالته. نحن نريد أن نعمل في جو مريح ودون أي منغصات ودون أي اعتداء ودون أي تعدي أو محاولة لتغول وسيطرة من قبل مختلف الجهات والأطراف. هذا هو ما نتمناه وما نريده. لذلك نحن حريصون على أن تلعب نقابتنا دور في هذا المجال. نحن نتمنى أنه في المرحلة القادمة على الزملاء وعلى أيضا زملائنا الصحفيين أعضاء الهيئة العامة وكل عاملين في هذه المهنة أن ينتبهوا إلى خطورة الأمر وحساسيته. نحن الآن أمام تحدي كبير، الدولة لا تحترم هذه المهنة ولا تراعي طبيعة الدور الذي يقوم به الصحفي في بلادنا، وهي الصحفي الجيد هو الصحفي الذي يعمل معهم. يعني الـ الـ زي الـ 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 هذا الـ 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 اللي بيزقف لي اللي بيزقف، اما اي شخص اخر هو هذا خصم واتعامل معه بقوه وبحزم، احاصره احاصره ماليا، احاصره بان لا تصل اي معلومه من يعني امنع كل مصادر معلومات من الوصول اليه، اضعفه، أعزله، أهمشه حتى ينتهي ويذهب ويزول ويصبح نسيا منسيا. هذا هو النهج الذي يتبع اليوم، إما أن تكون معهم أو ضدهم، وإذا كنت ضدهم فالويل والثبور وعظائم الأمور. هذا هو بالضبط المشهد الإعلامي. لذلك نحن نعمل في ظروف صعبة، نتمنى على نقابتنا أن تتنبه إلى هذه المسائل الجوهرية المهمة المتعلقة بجوهر العمل في هذه المهنة، الجوهر وليس الشكليات وليس بعض الأخطاء والهنات التي تقع هنا وهناك. هذه أصبحت الحديث عنها ترف. إحنا الآن أمام قضية متعلقة بجوهر دورنا. أنت عندما تذهب مصير، عندما تذهب وجود قضية وجودية، عندما تذهب وتغطي حدث أنت في خطر. أنا أوقفت كل زملائي من تغطية الأحداث والمسيرات والمظاهرات خوفا على أي منهم أني أتحمل مسؤولية. يعني في العيد أحد الزملاء كان يغطي أحداث في حي الطفايلة وتعرض لاعتداء سافر من قبل قوات الدرك، 6 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب المبرح ونقلناه إلى المستشفى. يعني من يتحمل مسؤولية؟ ما الذي حدث؟ لا شيء. هل عوقب هؤلاء؟ طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق، سجلنا شكوى في مركز أمني، هذه الشكوى لم تتحرك، لم يتصل بنا أحد. نحن في خطر، الجميع في خطر. لذلك وهذا لا يقتصر على الزميل أحمد حراسيس أو الزميل الآخر الذي أيضا جرى اعتداء عليه في مخيم البقعة وجرى ضربه وتوقيفه، ولا الزميل في المفرق من صحيفة الغد الذي جرى الاعتداء عليه مؤخرا، ولا الزملاء الذين جرى اعتقالهم، ولا يعني هذه حالات متكررة. لذلك يجب أن يكون هناك وقفة مع الجهات المعنية. شو اللي بدكم إياه منا؟ هلا بدكم نشتغل أو ما نشتغل؟ يعني هل نحن هل مطلوب منا أن نعمل أو أن نتوقف؟ إذا بدكوش إعلام خلينا نسكر ونروح. أستاذ باسل وأستاذ حازم، ما جرى نقل هذه الصورة اللي بتحكوها للدكتور محمد المومني؟ يا سيدي، هو هاي الحكومة هي تسمع لا تسمع إلا لصدى صوتها. يعني ما بتعرف هذه الحكومة لا تسمع إلا لصدى صوتها، لا تعترف بأحد، لا تعترف بالناس، لا تراعي ظروفهم، لا تعترف بالصحافة، لا تعترف بأي قطاع.
هي همها الوحيد كيف تغطي العجز الذي أصبح 18 مليار طب العجز الذي لا علاقة المواطن به، العجز اللي هو نتيجة الاعتداء على المال العام والسرقة وما إلى ذلك، ويحملون مسؤوليته، والآن هي هدفها أن تستمر في سد بعض أبواب العجز حتى تستمر في صرف الرواتب وتسير الأمور بشكل آني ودون أي نظرة استراتيجية تحل المشكلة من جذورها. يعني أبسط قرار في الدنيا هو أن ترفع الأسعار وتسد هذا العجز الآني لديك. المطلوب هو قرار استراتيجي ليحل المشكلة. وكيف سيذكر التاريخ عبد الله نسور في هذه الحالة عندما فقط يعالج هذا الخلل الآني ويسد العجز المرحلي، والمديونية تزيد والأعباء على المواطن تزيد وظروف الناس تزداد صعوبة، والجميع أصبح في صفوف تحت خط الفقر وما إلى ذلك. كيف يسمعون، كيف يمكن لهذه الحكومة أن تسمع إلى معاناة الناس؟ هذه الحكومة التي طبقت القانون قانون المطبوعات والنشر، كيف تستمع لنا ونحن نتعد اليوم؟ نحن مصير إعلامنا كالإعلام المصري، يعني أنت لك الحق أن تتحدث كما تشاء، أن تصرخ وتنتقد كما تشاء، ونحن نفعل ما نشاء. يعني الحكومة تفعل ما تشاء بغض النظر عن موقفنا ورأينا وما نقوله وما نفعله، والمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات كل يوم نحن نحتج للمطالبة الإفراج عن الزملاء، ولا يخرج علينا أي مسؤول ولا يعلق أي مسؤول. يخشون التعليق على الأمر، يخافون من التعليق على الأمر. خلينا نأخذ الاتصال ونتابع حوارنا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد مساك أخ موسى. الله يمسيك بأنوار النبي. يسعد مساك أنتم ضيوفك المحترمين. الله يرضى عليك. لو سمحت كم ملاحظة لضيوفك المحترمين. شرف. أولا، ما هو سبب ضغط نقابة الصحفيين عن دون النقابات الأخرى الموجودة بالأردن، وما هو السبب؟ اثنين، هل المال السياسي له تأثير في الإعلام وخاصة الإعلام الحكومي؟ أربعة، يوجد أخطاء في الإعلام الورقي الحكومي والورقي والمسموع والمرئي والمشاهد، وأيضا يوجد أخطاء في الإعلام الخاص، لكن الإعلام الخاص أخطاء أقل بكثير جدا من الإعلام الحكومي. أربعة، الفرق واضح جدا بين مصداقية الإعلام الخاص والإعلام الحكومي. أنا أعتقد أن الإعلام الخاص أسرع وأصدق من الإعلام الحكومي، وهذا شيء واضح للقارئ والمستمع والمشاهد بدون جدال. أربعة، أخيرا المهم، المهنة الإخلاقية في الصحفي والإعلامي يجب أن تكون أعلى من أي مهنة إخلاقية أخرى لأنها تدخل البيوت بدون استئذان. طيب شكرا. خمسة، أرجو تعطيه من الأخوة ضيوفك المحترمين التعليق على ما حدث مع الأخ الصحفي علي فزاع والصحفيين المعتقلين الآن في السجن. علي فزاع، علاء علاء علاء. ألو، هل دق ناقوس الخطر على الصحافة بشكل واضح؟ نعم، شكرا. وشكرا لك ولضيوفك أخ موسى. شكرا. أولا يعني بدنا نقول اتفقنا أنه النقابة في يعني خلل معين، إنما مش ضعيف. يعني هو ما في خلل، يعني شوف، هو الآن يعني أنا بدي أحكيها بكل صراحة، في تراجع للإعلام وفي تراجع حتى للمؤسسات بشكل عام. في تراجع في كل شيء. في كل شيء فعلا في تراجع الآن، وإحنا في مرحلة الآن خطيرة جدا، هي مرحلة تحولات. شايف بجوز نقابة الصحفيين الآن يعني يعني أول شيء ما زالت محافظة على وجودها ومجذرة كيانها، منتسبيها على بجميع الاتجاهات، تحقق لهم مكتسبات، لكن زي ما حكيت لك في تراجع في المستوى العام، في تراجع. المال السياسي أنا بعتقد له تأثير، وله تأثير قوي. وللأسف الشديد أنه إحنا في الأردن يعني بجوز أنا بدي أحكيها في السبعينات أو في الثمانينات كنت أشوف مدير عام مثلا لصحيفة معينة هو صحفي أصلاً،